انطلق حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بمشاركة أكثر من 4400 رياضي من 184 دولة. وقد اختارت اللجنة البارالمبية المصرية البطلة رحاب رضوان لاعبة رفع الأثقال والبطل علي زيني لاعب التجديف لحمل علم مصر خلال حفل الافتتاح تقديراً لإنجازاتهما وإسهاماتهما في رفع اسم مصر عالياً. République dominicaine. Dominican Republic. Égypte. Egypt.